ده سفير جديد من النادي الأهلي بينضم إلى قائمة المحترفين في أوروبا، لكن الجميل إنه سفير صغير، سفير جميل كل الناس تتكلم على موهبته. عمر سيد معوض وانضمامه إلى ريال بيتيس الأسباني. عمر مساء الفل يا حبيبي وألف مبروك. لا حضرتك يا كابتن، ربنا يبارك فيك يا كابتن. طمني عليك وعلى رجليك. انا الحمد لله والله العظيم تمام، والعلاج ماشي الحمد لله تمام، وفي ربنا وكرم ربنا وبالناس اللي بتدعمني دي كلها، فالحمد لله انا تمام، وان شاء الله ارجع قريب باذن الله. امتى هتحط رجلك في الملعب؟ ان شاء الله يعني في اقرب وقت، ان شاء الله في اول شهر 12 ان شاء الله. اول شهر 12 نكون ان شاء تمام الله. التمام 100 فل 14. يعني الناس كانت تخيلت يا عمر ان الموضوع انتهى واتقفل، الى ان صحينا على المفاجاه السعيده. ايه اللي حصل؟ اتجددت المفاوضات ازاي؟ هي مش موضوع جدد المفاوضات، بس هي مشيت بكرم ربنا. يعني انا عايز اشكر ربنا على كل ده، وكمان عايز اشكر نعم كل حد في النادي الاهلي، لان كلهم وقفوا في ظهري بالذات في الموضوع ده، وفضلوا واقفين معايا لحد اخر الموضوع خالص، وفضلوا بيتكلموا وفضلوا بيفاوضوا لحد وقتنا دلوقتي، لحد ما اتبعت اللي هي الرساله او الفاكس ده ونزل الخبر. فكلهم وقفوا جنبي واولهم طبعا ربنا طبعا، وبعد كده الناس كلها اللي في الاهلي سواء مدربين والاجهزه الفنيه والكباتن كلها وقفت جنبي، ولحد ما اتكلموا والموضوع مشي، والموضوع برضو اتعقد برضو في النص شويه بسبب حوار الصليبي، واتقال انه لا ومش لا وبتاع، وانا اول واحد كنت محبط برضو والله، اللي هو انا اول واحد كنت متضايق، يعني بعد طبعا ما جالي الصليبي ده، ف انا من جوايا كنت محبط وكده، وقلت خلاص وبتاع وان الموضوع خلاص اتلغى وكده ومش عارف ايه، بس طبعا يعني سبحان الله ربنا حط لي حاجه اكبر بكتير. لكن هم الناس مقتنعين بموهبتك وبالتالي صمموا على ضمك يا عمر، وده حاجه جميله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني. لا الحمد لله والله، يعني انا حتى طلعت، انا كان كل اللي في دماغي كمان في فتره المعايشه ان انا كنت عايز اطلع، اللي هو لا اوريهم ان انا كنت بلعب في نادي كبير. طبعا انا كنت بلعب في نادي في اكبر نادي في افريقيا، نعم، ولسه بلعب فيه لحد دلوقتي، لحد شهر يناير ان شاء الله. نعم. هفضل في النادي الاهلي، وعايز اوريهم اللي هو النادي ده اللي رباني واللي علمني كتير، فطلعت كل ده هناك، فالحمد لله ان هم فضلوا ماسكين فيا. عمر سيد معوض، ابوه سيد معوض وجده كابتن رمضان السيد، يعني اهلاوي ابا عن جد، يعني زي ما بيقولوا. بتستعد ازاي لهذه التجربه الصعبه، خاصه الدوري الاسباني صعب، وانت رايح على فرقه الشباب ولا هتتمرن مع الفريق الاول ولا الدنيا ايه؟ طمنا شويه. مع فرقه الشباب بس يعني ان شاء الله باذن الله عامل كل اللي انا اقدر عليه واطلع ان شاء الله باذن الله الفريق الاول، والعب في اسرع وقت باذن الله. التصوير ده كان فين؟ التصوير لا كان في مصر. كان في مصر؟ لا كان في مصر. حد من هناك تواصل معاك وخلاك تعمل الفيديو؟ حد من هناك تواصل مع اللي هو ام كيو اف، الناس الماسكين، نعم، اللي هو مصطفى وادري، الناس اللي ماسكاني تواصل معاهم وكده، واتصورت في مصر، وبعد كده هم قرروا ان هم ينزلوا الصور اول ما تم 18 سنه. طيب قول لي بقى، يعني وانت رايح ان شاء الله اسبانيا، طموحاتك مع ريال بيتيس ايه؟ احنا مش عايزينك تلعب مع الشباب، عايزينك تلعب مع الكبار، وامكانياتك تلعب مع الكبار، يعني اديني طموحاتك كده وامالك يعني. لا يعني ان شاء الله انا طموحي حتى وانا في الاهلي كان طموحي ان انا اطلع في التيم، وطموحي يعني انا من النوع اللي طموحي كل يوم بيتجدد. نعم. اللي هو يعني انا ان شاء الله طالع ريال بيتيس سواء حاضر هناك، دي مكتوب عند ربنا كده كده، بس ان شاء الله برضو عندي لسه حلم اكبر ان انا اطلع ريال بيتيس واطلع فيرست تيم، وبعد كده اطلع على فريق اكبر لحد ما اوصل لاكبر فريق. وبس، وان شاء الله اعمل حاجه. ريال بيتيس من الانديه القويه في اسبانيا، من الانديه المحترمه جدا، واللي يعني لها باع طويل، ويعني ولو لعبت معاه اساسي يبقى حاجه جميله. يعني ده شرف ليا كبير جدا ان انا العب معاهم، وكمان كان شرف ليا ان انا كنت جزء من النادي الاهلي. يا سلام. برضه النادي الاهلي هو اللي وداني هناك. نعم. والنادي الاهلي هو اللي ساعدني ان انا اوصل، وبشكر طبعا كل الناس اللي وقفت جنبي، اولهم جمهور النادي الاهلي. نعم. بشكرهم واحد واحد كلهم، كل الناس اللي فضلت واقفه جنبي، وكل الناس اللي فضلت تسال عليا، وكل الناس اللي فضلت تدعي لي ان الصفقه دي تتم، وفضلوا يدعوا لي برضه ان انا اطلع فيرست تيم. فانا بشكر كل الجمهور، وبشكر كل الاجهزه الفنيه، وبشكر كل اللعيبه زمايلي، وبشكر من العامل لحد الكابتن محمود الخطيب، انا بشكرهم كلهم على وقفتهم جنبي، وعلى ان هم فضلوا في ظهري حتى في وقت المفروض اللي هو يعني مش المفروض بس في وقت اللي هو انا وقعت فيه، فهم لا فضلوا ساندني وفضلوا واقفين جنبي، فانا بشكرهم كلهم على كل ده. مثلك الاعلى مين يا شول؟ ميسي طبعا. ميسي يا شول.